السلام عليكم، وياكم غفران سعيد. هسه راح نشرح المحاضرة السادسة من موديول الريسيرش ميثودولوجي. المحاضرة بعنوان The Probability Distribution. The Probability احنا شرحناها بالمحاضرة الخامسة اللي هي الاحتمالية. Distribution نقصد انه نمثل الاحتمالية، Distribution تمثيل، انه امثل الاحتمالية مالتي على مخطط بياني. بالمحاضرة الاولى بوقتها مال RM شرحنا انه الـ Variable بي نوعين، كوالتيتيف وكوانتيتيف. الكوالتيتيف هو النوعي والكوانتيتيف هو الكمي. الكمي نقصد به نقدر نقيسه بوحدة قياس ونقدر نمثله، يعني عنده بي وحدة قياس، يعني مثلا كيلوغرام سنتيمتر. الكوالتيتيف ما بي وحدة قياس، اوكي، وما نقدر نقيسه. الكوالتيتيف قلنا بوقتها نومينال واوردينال. نومينال مجرد انه نحط يسموها المالات الفاريبل ضمن الجروبات بدون تسلسل معين. الاوردينال راح تكون ضمن تسلسل معين، يعني وحده اعلى من اللخ. الكوالتيتيف مو موضوعنا، الكوالتيتيف ما بي وحده قياس، يعني ما نقدر نطبق عليه قوانين. فالكوالتيتيف هذا بعد ما راح نشتغل عليه، اوكي، مجرد نقدر نطبق عليه بالمحاضرات السابقه اللي اخذناها. هسه راح نجي على الكوانتيتيف. الكوانتيتيف هو الكمي. قلنا بوقتها بي نوعين، discrete و continuous. قلنا الكونتينيوس هو راح يكون بأعشار، يعني possess no gaps. والديسكريت قلنا ما بي أعشار، يعني ما يعني بي gaps. قلنا أمثلة بوقتها على الديسكريت، قلنا مثلا عدد الأطفال بالأسرة، مثلا لو واحد لو اثنين لو ثلاثة لو أربعة، ماكو واحد ونص، ماكو اثنين ونص مثلا. بينما الكونتينيوس قلنا يكون بأعشار، يعني مثلا قلنا الطول 155.5 مثلا، الوزن مثلاً 57.5، يعني أكو أعشار، تمام؟ فهذا الديسكريت وهذا الكونتينيوس. ليش بدنا نحكي على الديسكريت والكونتينيوس؟ البروبابيليتي ديستريبيوشن، توزيع مال البروبابيليتي الاحتمالية، راح نقسمه إلى قسمين، البويزن ديستريبيوشن والنورمال ديستريبيوشن. هذا البويزن ديستريبيوشن راح يخص الديسكريت ديتا، هذا مو موضوعنا، احنا ما راح نشرحها بعد المرتمة هسه، راح نشرح فقط اللي يخص الكونتينيوس فاريبل. حتى اسم المحاضره البروبابيليتي ديستريبيوشن اوف ا كونتينيوس فاريبل، راح نشرح اللي يخص الكونتينيوس فاريبل اللي احنا راح نسميه النورمال ديستريبيوشن. فموضوع محاضرتنا هو النورمال ديستريبيوشن مال كونتينيوس فاريبل. البروبابيليتي بالمحاضره السابقه قلنا هي معناها الانسرتينيتي، عدم اليقين، الاحتماليه، الشانس، الفرص. تعريفها هي likelihood chance of an event to occur، قلنا احتمالية انه فد event معين انه يحدث. قلنا بوقتها انه الرينج ماتها من الصفر الى واحد، يعني فقط من صفر الى واحد، وممكن نمثلها بسموها percentage، يعني تكون من صفر الى مية. اذا ضربناها في 100% يعني راح تكون relative frequency، بهم شرحناها بالمحاضرة السابقة. وقلنا never negative، ما تكون negative probability ابد. وهم شرحنا على الكومبلمنتري probability، قلنا الكومبلمنتري هي تساوي واحد ناقص probability of event، حكينا عليها وطبقنا عليها أمثلة. probability distribution هي أحد الطرق اللي أقدر أحسب من خلالها probability. ليش؟ إنه أنا راح أجيب المعلومات اللي أنا عندي، راح أمثلها بمخطط، راح أمثلها بdistribution، وعن طريقه راح اقدر استخدم هذا المخطط اللي رسمته انه اطلع منه البروبابيليتي. فهي تعتبر البروبابيليتي ديستريبيوشن هي واحده من الابروتشز اللي اقدر اقيس بها البروبابيليتي. هذا الهيستوغرام اللي تشوفون هنا، الهيستوغرام هو نستخدمه على مود نقيس الكونتينيوس فاريبل. لما اذا رسمنا خط اللي تشوفون من هنا على طول الهيستوغرام، راح نقدر نحول الهيستوغرام الى frequency polygon. ليش نريد نحول الهيستوغرام الى frequency polygon؟ على مود نقلل هذا الكلاس انترفال. هذا الكلاس انترفال تشوفون هذا اللي فوق، يعني العرض مال البار مال الهيستوغرام. على مود نقلل الكلاس انترفال، راح نحول الهيستوغرام اللي هو هذا المخطط الى polygon. نقصد polygon هو مجرد هذا الخط اللي صاعد هيجي ونازل، تمام؟ فس احنا اللي راح نستخدمه بال probability distribution، ايش راح نستخدم؟ راح نستخدم polygon. هذا بتشوفون راح هو هذا راح نستخدمه، نوع المخطط اللي راح نستخدمه على مود نمثل probability، تمام؟ هو theoretical distribution، يعني نظري مو عملي، نظري، يعني مجرد احنا نستخدمه على مود نقيس به، على مود لما نسوي تجارب نقدر نقيس به. فهذا مجرد نوضح لكم انه احنا شلون قدرنا نطلع هذا الديستريبيوشن، هذا المخطط اللي راح نستخدمه بالسلايدات الجاية كلها. هسه راح تشوفون راح نشرح عليه.
هذا هو هيستوغرام، احنا حولناه الى بوليغون. هذا البوليغون اللي راح نستخدمه بالبروبابيليتي ديستريبيوشن، هذا هواي راح نشوفه هسه. هذا راح نسميه نورمال ديستريبيوشن، هذا راح يكون سيمتريكال، يعني اليمين واليسار متناظرات، سيمتريكال متناظر، يعني 50% على اللفت و 50% على رايت. السنتر مالته هو راح يكون المين، السنتر مالته هو الميو، حيكون المين. هسه راح نجي على النورمال ديستريبيوشن اللي هي نسميه غوسيان ديستريبيوشن. همه هو ثيوريتيكال موديل، قلنا شنو قصد ثيوريتيكال؟ يعني نظري، يعني نستخدمه على مود نحسب حالات، يعني اللي هو مثلا فد فينومينا تحدث بالطبيعه، فد كونديشنز، فد ايفنتس، احنا يعني نظري، مجرد احنا نطبق عليه على نطلع معلومات. فاوند تو فيت ماني ناتشرال اوكورينج فينومينا، يعني كم حالات بالطبيعه شافوا انه هذا التمثيل مالتنا يعني يشتغل عليها، مو بس حالات، ممكن الوزن، ممكن الدرجات، يعني كوما مواضيع. فلهاي هم يعني قاموا يعتمدوا واعتبروا كلش كلش مهم بالستاتستكس، هو most important distribution بالستاتستكس، كلش مهم، أهم تمثيل بالستاتستكس. بالnormal distribution راح نستخدم two parameters اللي هم population mean والpopulation standard deviation. population mean هو قياس للcentral tendency، والستاندرد ديفيشن للمجرز اوف ديسبرشن. بالمحاضره الثانيه بوقتها كنا نمثل مالتنا الداتا عن طريق اما سنترال تندنسي اللي هي المين والميديان والمود، او المجرز اوف ديسبرشن اللي هي قلنا الفاريانس والرينج والستاندرد ديفيشن والستاندرد ايرور وذولا. فهنا بالمالتنا النورمال ديستريبيوشن راح نستخدم واحده من السنترال تندنسي اللي هو المين، وواحده من المجرز اوف ديسبرشن اللي هو الستاندرد ديفيشن، تمام؟ بس شنو حطوا ببالكم هنا نقطة مهمة، population mean population standard deviation. اوكي، فس شو راح نمثلها؟ ركزوا، المين اللي هو رمز ميو، ينلفظ ميو هذا شكله، راح هو يمثل هذا الخط بالسنتر، تمام؟ اعلى نقطة هو المين، المعدل اعلى نقطة، اعلى تكرار يعني، تمام؟ اما الستاندرد ديفيشن فهنا راح نحطه. هسه راح اعطيكم مثال بعد كم سلايد على مود توضح لكم. فهسه هو هنا حطينا المين، وهنا راح نحط الستاندرد ديفيشن، تو باراميترز على مود نرسم مالتنا المخطط وبعدين نرسمه هيجي. هو راح يستخدم الكونتينيوس فاريبل، شرحنا بالاول سلايد قلنا انه هو بالكونتينيوس فاريبل من الكوانتيتيف. اوكي، الكيرف مالنا راح يكون سيمتريكال، سيمتريكال يعني اليمين نفس اليسار، يعني متناظر، تمام؟ 50% left 50% right. التوتال اريا اندر ذا كيرف راح تكون 100%. تقدرون تقولون لانه هي البروبابيليتي بوقتها قلنا هي اما من 0 الى 1 او من 0 الى 100%. فالاريا under the curve اما اذا ناخذها كبرسنتج فراح تكون 100% كامل، يعني البروبابيليتي الاحتماليه كلها راح نقدر نمثلها جوا الكيرف، او اذا اخذناها من 0 الى 1 فراح نقول انه الاندر ذا كيرف 1 وراح نستخدم وراها اعشار 0.2 0.25، تمام؟ بس احنا راح نستخدم اكثر شيء برسنتج لانه اسهل بالتمثيل، يعني وين نقول مثلا 25%، وين نقول 0.25، يعني اسهل بالحل، فراح نستخدم البرسنتج، تمام؟ قلنا سيمتريك وكونتينيوس فاريبل. هنا قلنا الخط الوسطي هو راح نستخدم بي المين، احنا اكثر شيء المين مال بوبوليشن، الميو هي المين مال بوبوليشن، بس احنا ممكن نستخدم المين، الميديان او المود اللي هي كلهم مال سنترال تندنسي. هنا راح يكونون ايكوال، راح يقولون شلون راح يصير ايكوال؟ الحالات الطبيعيه مثلا الافرج مال الطول مثلا مال اشخاص، افرج مال الوزن، دائما بالذات ناتشرال فينومينا قلنا المين والميديان والمود يكونون كلش متقاربات، شبه ايكوال يعني. فيعني لما نطبقهم على الديستريبيوشن هذا راح تلاحظون كلهم تقريبا يكونون بمنطقه متقاربه، يعني يكونون متقاربين كلش، بحيث نعتبرهم تقريبا ايكوال. يعني الهايست بوينت اللي هي هاي
هي راح تكون المين واللي هي also الميديان والمود. شوفوا هو يحطوا هاي النقطة ببالكم قاعدة من الكاركترستيك مال normal distribution إنه المين يساوي الميديان ويساوي المود. حتى حطيت لكم إياها بالستايل الأونان، المين يساوي الميديان ويساوي المود ثابتة symmetrical، اليمين يساوي اليسار 50% right 50% left. هذا راح يكون standard deviation اللي سموها المين، راح نكون هذا الأعلى نقطة، وهنا راح نحط الستاندرد ديفيشن. تمام السم؟ هسه راح نجي هنا المين اللي هو هذا قلنا الخط، ممكن يكون نيجاتيف وممكن يكون زيرو وممكن يكون بوزيتيف. هنا مثلا تشوفون هذا عندنا الستاندرد الديستريبيوشن، هنا ما التلمين نيجاتيف سالب 10، اما هنا ما التلمين زيرو، هنا ما التلمين بوزيتيف 20، هذا بوزيتيف، هذا مالته زيرو، هذا مالته نيجاتيف. هنا هذا السلايد مهم، ليش؟ اكو شغله خلوها ببالكم لانه بعدين بالسلايدات الجايه يعني ورا تقريبا نص المحاضره راح اذكركم بها. هنا احنا بدنا ناخذ النورمال probability distribution. بالسلايدات اللي ورا راح ناخذ فشي اسمه الستاندرد نورمال probability distribution. بالستاندرد نورمال probability distribution هناك باعتبار اسمه ستاندرد يعني راح ناخذ قيم ثابته، المين راح يكون صفر والستاندرد ديفيشن يساوي واحد. فهناك بذيك الحاله المين راح يساوي صفر، لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، والستاندرد ديفيشن هم قيمته ثابته واحد. فلا تخربطون بينها، يعني اذا قال لكم نورمال بروبابيلتي ديستريبيوشن ممكن يكون نيجاتيف زيرو بوزيتيف، بس اذا قال ستاندرد نورمال بروبابيلتي ديستريبيوشن، ما دام ستاندرد من اسمه ستاندرد يعني المين راح يكون ثابت، اللي ميو يساوي زيرو، والستاندرد ديفيشن اللي هو رمزه سيجما هذا رمزه يساوي واحد، هذا يعني واحد. اوكي الستاندرد قيمه ثابته، النورمال لا احنا ممكن تكون اي قيمه، مثل ما تشوفون سالب 10 صفر موجب 20 عادي. هسه هذا مثال، قبل لا اكمل السلايدات لازم تعرفون احنا شلون نطبق الستاندرد ديفيشن. فهنا انا مثال دي يقول لكم انه البيتزا ديليفري تايم، الوقت ما توصيل البيتزا، قلنا انه هذا اللي فوق اللي راح نحطه هسه هنا هذا راح يكون المين. فخلينا نرسم هسه الخط مال المين، المين مال التوصيل مال بيتزا هو 30 مينت. اوكي الستاندرد ديفيشن هنا المين 30 مينت، الستاندرد ديفيشن الاس دي او السيجما 5. شنو قصده لما نقول هنا نورمال؟ قلنا مو ستاندر، هذا نورمال، نورمال ديستريبيوشن. اوكي شنو قصده لما يقول ستاندرد ديفيشن 5؟ لما يقول لنا انه المين 30 راح اجي ارسم مالتي المخطط مثل ما رسمنا، حطيت ال 30 بالنص ورسمت هذا الخط. الستاندرد ديفيشن 5 يعني شنو؟ يعني ازيد 5 خطوات 5 خطوات، يعني 30 زائد 5 35، 35 زائد 5 40، 40 زائد 5 45 لحد 3. دائما اني اخذ 3 ستاندرد ديفيشن، هاي ثابته حفظوها، 3 ستاندرد ديفيشن بالنورمال ديستريبيوشن، بالمخطط مالتي النورمال ديستريبيوشن اللي هو البيل شيبد هذا مالتي، اني اخذ 3 ستاندرد ديفيشن، 3 على الرايت، 3 بالرايت ستاندرد ديفيشن اللي هي تكون بوزيتيف، و3 على الليفت اللي هي تكون نيجاتيف. هسه واحد راح يسال شنو ستاندرد ديفيشن نيجاتيف وشنو ستاندرد ديفيشن بوزيتيف، شنو رايت وشنو ليفت؟ ركزوا، الستاندرد ديفيشن هسه احنا عندنا المين 30، اللي على الرايت اللي هذا دشوفوا الستاندرد ديفيشن 3، دول معناها اكبر، ابر ابر، يعني اللي على الرايت يعني اكبر من قيمه المين، يعني سموها اكو مثلا بالبيزا ديليفري طوله واكثر، يعني قسم طوله 40 دقيقه، قسم طوله 35 دقيقه، اكو حتى طوله 45 دقيقه، يلا وصلوا البيتزا. فالستاندرد ديفيشن زائد 1 ستاندرد ديفيشن زائد 2 زائد 3 ستاندرد ديفيشن، دول يعتبرون الابر اكثر من المين ماتي. اما اللي على الليفت اللي راح اقول عليهم سالب، دول اقصد بهم اللور لان اقل، فأمثلهم بسالب لأن هم ذولا أقل من الستاندرد ديفيشن بخمس نقاط. يعني لما أقول هنا زائد واحد ستاندرد ديفيشن، ستاندرد ديفيشن هو ماتي 5، فيعني زائد 1 في 5. تمام؟ هنا لما نقول زائد 2 ستاندرد ديفيشن، يعني 2 في 5 يعني 30 ماتي،
زائد 2 ستاندرد ديفيشن. ستاندرد ديفيشن مالتي 5، 2 من الستاندرد ديفيشن يعني 10، 30 زائد 10 40، فهي هيجي. اما هنا فناقص، هنا الستاندرد ديفيشن مالتي 30 ناقص 1 ستاندرد، قصدي المين مالتي 30 ناقص 1 ستاندرد ديفيشن. ستاندرد ديفيشن 5، 30 ناقص 5 25، ناقص 5 25. الستاندرد ديفيشن الثاني 30 ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، ناقص 5 في 2 يعني 2 ستاندرد ديفيشن، فصار 20 عندي. هنا ناقص 3 ستاندرد ديفيشن فصار عندي 15. فهو هذا مختصر يعني مالتنا المخطط ثابته هاي. لما احنا عندنا نريد نمثل ستاندرد probability distribution، اول شيء بيش نبدي؟ نبدي بالمين ماتي، احط المتوسط مال توصيل مال بيتزا ماتي، يعني اكثر العملاء اكثر اللي يوصلون البيتزا، البيتزا delivery guy اكثر شيء طول 30 دقيقة، اوكي؟ فاحطهم بالسنتر، اكثر اللي يوصلون بيتزا وما يطولون 30 دقيقة احطه بالنص. اكو قسم ممكن يطولون اكثر احطه بالرايد الابر، فقسم ممكن يطولون 35 40 45، القسم ممكن يطولون اقل احطهم بالليفت. هنا انا اقول ليش موجب قلنا؟ لان هم اكثر، زائد 1 ستاندرد ديفيشن، زائد 2، زائد 3 ستاندرد ديفيشن، ذولا اقل قلنا ثابته. ما دام انا دا استخدم نورمال ديستريبيوشن اللي هو هذا ماتي الجوسيان ديستريبيوشن اسمه، معناها اقول 3 ستاندرد ديفيشن، 3 على الرايت 3 على الليفت بالنص المين، ها هي. اوكي هسه راح نرجع على الجوسيان ديستريبيوشن. ده يقول لنا انه different value مال مين will shift the graph of distribution along the x axis. x يعني هذا، تذكرون كنا نقول انه هذا ال y وهذا ال x. فده يقول لنا انه لما تتغير قيمة المين، لما تتغير قيمة الميو الجراف will shift، راح يتحرك. سنشوفون انها تحرك شلون، على يا اساس هسه راح نشرح. ده يقول انه لما الماتي الستاندرد ديفيشن ثابت بس المين دي يتغير، شنو راح يصير؟ يعني انا قيمه الستاندرد ديفيشن ثبتتها، ها هي قلت الستاندرد ديفيشن مالتي قيمته 5 ثبتتها، المين مالتي قعدت اغير بالرقم مالته، ايش راح يصير لما ازيد الستاندرد المين مالتي؟ راح يروح للرايت. احنا قلنا الرايت هو البوزيتيف، الرايت هو الاعلى، القيمه الاعلى. فلما اني عليت المين ماتي اكيد القيم اللي ورا راح تكون اعلى منه بعد، فراح ويل شيفت تو ذا رايت. واصلا على متفيكه تحفظوها اي انكريست رايت بها اي، كلمه ليفت ما بها اي، كلمه ديكريست هم ما بها اي. فلما ازيد المين ماتي يعني هسه تعتبروا هذا الافرج ماتي، المين 1، لما اني حولت المين هنا 2 اكيد كل ماتي اللي سموها الديستريبيوشن النورمال ديستريبيوشن ماتي التمثيل كله راح يروح للرايت، لانه مثل ما تدرون هو يعني متساوي. فيعني لما اني حولت سويت الخط الوسطي مات 2، فلما راح ارسم هذا وراح ارسم هذا راح تلاحظون انه كل الستاندرد، كل ماتي النورمال ديستريبيوشن، كل ماتي المخطط راح يروح للرايت، لانه انا زيدت كل القيم مال ماتي. اما بالعكس اذا قللت المين ماتي مثل هذا هنا، قللت المين ماتي سويته صفر، فبهاي الحالة كل الماتي الجراف كله ماتي، كل المخطط ماتي مال ديستريبيوشن راح يروح للليفت، راح يقل. لما اقلل المين راح الجراف ماتي كله شيفت للليفت. فبهاي الحالة انه الكيرف راح يبقى نفسه، تشوفون نفس الكيرف، نفس المنحني، منحني ثابت نفس شكله، مجرد لما اقلل راح يروح للليفت، لما ازيد راح يروح للرايت، تمام؟ الستاندرد ديفيشن هنا ثابت. اما لما اثبت المين، اثبت الميو بس اغير بالستاندرد ديفيشن، ايش راح يصير؟ هنا انا خلي اوضح لكم ليش اذا غيرت المين، ليش قلنا اذا غيرنا المين راح يتغير يروح للليفت لو للرايت، هاي وضحناها ليش. هسه اذا غيرنا الستاندرد ديفيشن ليش راح يتغير الشيب اوف ذا كيرف، ليش راح ياثر على الشيب اوف ذا كيرف، ليش ياثر؟ خلينا نفرض بس احنا قلنا هذا البيزا ديليفري، قلنا هنا 5 من الستاندرد ديفيشن، فيعني عدد الاشخاص يعني عدد الاحتمالات اللي ممكن تكون هنا هو مما 30 دقيقه وصل 1 3 32 33 34 35، فالقيم اقل. فيعني لما اوزع الاشخاص راح يكون توزيع الاشخاص ضمن رينج محدود، ضمن كميه محدوده من يعني مجرد هنا 5 الستاندرد ديفيشن. اما اذا زادت الستاندرد ديفيشن ما تسويتها 10 يعني
هنا زيدت الستاندرد ديفيشن ماتي، هنا راح يكون عندي كوما احتمالات انه اخليها لكل شخص، ممكن يكون 31 32 33 34 35 36 37 لحد ال 40 لان ستاندرد ديفيشن ماتي سوت 10، فهنا اكو احتمالات اكثر، فالاشخاص راح يتوزعون على مساحه اكثر. فهنا لما الاشخاص راح يتوزعون على مساحه اكثر ماتي الكيرف راح يصير وايدر، راح يعرض لانه راح تقلل، يعني شلون راح يقل عدد الاشخاص بكل مكان لانه انا زيدت عدد الاحتمالات. يعني مثلا قبل يعني لما كانت الخمسه الستاندرد ديفيشن كانوا الاشخاص كلهم متجمعين ضمن نطاق هاي الخمسه، بينما لما حطيت 10 راح الاشخاص يتوزعون اكثر، فيعني كل قيمه راح يكون بها عدد اشخاص اقل من لما كانت مجرد ستاندرد ديفيشن اقل. فهنا راح نجي على قاعده، لما نزيد الستاندرد ديفيشن الكيرف راح يكون وايدر فلاتر، يعني اعرض. هسه مثل هذا اللي تشوفون كل ما زيدت الستاندرد ديفيشن مالتي الكيرف مالتي صار عريض اكثر، كل ما قللت الستاندرد ديفيشن الكيرف مالتي راح يكون نارور بي بيك اعلى، وهاي قاعدة ثابتة. يعني لأن ستو مثل ما تشوفون هنا الستاندرد ديفيشن هنا صفر، هنا تشوفون عدد الأشخاص توزعوا على مساحة أكثر بهواية. يعني بس هذا الأخضر تشوفون، خلي أوخر هذا الأخضر الأشخاص توزعوا على مساحة كلش واسعة، فيعني مثلا هنا شخص واحد، هنا مثلا ثلاثة أشخاص صاروا، هنا أربعة أشخاص صاروا، هنا خمسة، بينما هنا كل الأشخاص جمعناهم بمكان واحد، كرفسناهم سوا بمكان واحد، فراح يرتفع البيك، راح يزيد عدد الأشخاص بكل مكان. هنا مثلا خمسة أشخاص، هنا ستة أشخاص بكل نقطة. فلهاية كل ما زيدنا الستاندرد ديفيشن راح يكون وايدر، هم حفظوها الاي increased راح يكون وايدر، لما يقل راح يكون نارور اوكي او مور بيكت. هاي حفظوها لان كلش مهمه، لما اغير القيمه الميو، لما اغير قيمه المين ما راح يتغير الشيب مالتي، راح يتغير هو اللي يسموها المات المكان اللوكيشن مالته على الاكس اكسس، راح اما يكون شيفتد تو ذا رايت اذا زاد او شيفتد تو ذا ليفت اذا قل. اما اذا غيرت بالستاندرد ديفيشن فاللي راح يتغير هو الشيب اوف ذا كيرف، قلنا راح يتغير الشيب اوف ذا كيرف، فلما انكريس راح يصير وايدر اي، لما ديكريس راح يقل راح يكون مور بيكت. اوكي هاي مهمه. هنا هسه نفس اللي شرحناه بس خلي اوضح لكم يا مثال، هذا عندنا ستاندرد نورمال سوري نورمال ديستريبيوشن، هذا مات تلمين 100، الستاندرد ديفيشن مثل ما تشوفون 20، وهنا هذا الازرق اللي بالنص هو هذا اللي اول واحد راح نشتغل عليه. هنا لما زيدت المين ماتي، المين ماتي هسه راح نشتغل على المين، اول شيء المين ماتي زيدته سويته 130 يمكن، هنا أنا اعتقد اوكي. هنا لما زيدت المين ماتي شفتوا شفت ذا رايت، المين لما يزيد الميو لما يزيد راح يروح للرايت. هنا لما قللت المين ماتي والشيفت تو ذا ليفت، لما قللت المين راح يروح للليفت، ديكريس المين راح يروح للليفت. اما هسه مثال اذا هسه هاي بالمين، هسه راح نجي على ستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن هسه احنا مالتنا المثال قلنا الستاندرد ديفيشن 20 20 20، هنا تشوفون ستاندرد ديفيشن من هنا لهنا ممتد تقريبا، فيمكن 10 اذا مو اقل اصلا. فهنا لما قللت الستاندرد ديفيشن صار نارور، هنا بي بيك اعلى، مور بيكت نارور. اما بهذا المثال اللاخ اللي هو ما نعطي واحد لاخ بس المهم اذا هذا الاصفر سوري ما انتبهت عليه، هذا لما زيدت الستاندرد ديفيشن الستاندرد ديفيشن ماتي صار اكثر انكريس، صار وايدر، تشوفون صار اعرض. هنا يمكن الستاندرد ديفيشن مو 20 يمكن 25 مسوي اكثر، فلما زيدته صار، فهذا الصورة توضح لكم. هنا قلناها قلنا symmetrical left for right نفس الشيء و bell shaped، حفظوها bell shaped مثل الجرس مال المدرسة. هنا شنو قصدنا لما قلنا symmetrical؟ يعني النص على الرايت راح يكون 50% والنص على الليفت راح يكون 50%. قلنا ممكن نقول من 100 من 100% يكون 50 ب 50%،
وممكن قلنا من واحد لأن probability قلنا نقدر نعوضها من صفر إلى واحد أو من صفر إلى 100%. إذا من واحد راح يكون هنا نص بنص 0.5% 0.5%. فهاي الأريا under the curve. هسه مثال ممكن نطيع على الموضوع هساعدكم هذا. نقول إنه المين مال درجات مال مرحلة مال مثلا في الصف هو 80، يعني أكثر درجة ماخذيها الطلاب هي 80. الستاندرد ديفيشن خلينا نقول مثلا 5، 85، 90، 95، وهنا 75، 70، 65. تمام؟ شنو قصدنا لما حطينا المين هنا؟ معناها أكثر عدد طلاب بالصف أخذوا درجة، ما أخذوا درجة 80. الأقل أخذوا 85 و75، أقل منهم بعد أخذوا 90 و70، وكلش كلش قليلين. تشوفون ايش قدوتي أخذوا 95 كلش عالي أو 65 كلش قليل. فهو هذا معنى اللي يسموه probability distribution، إنه بالنص أحط أكثر تكرار، أكثر معدل، أكثر درجة ماخذيها الطلاب بالصف. يعني أغلب الصف مثلا تشوفون ماخذين درجة 80 أو 75 85، هي يعني تشوفون أغلب الصف دولة، بينما قليلين ماخذين درجة 90 95 70 75. فهو هذا قصدنا بالنورمال ديستريبيوشن أو الغوسيان ديستريبيوشن. هسه إذا أجى السؤال مثلا شنو الكاركترستيك مال نورمال ديستريبيوشن، كاركترستيك مال نورمال بروبابيليتي ديستريبيوشن، احنا شرحناها كلها بس هسه إذا ريدنا نعددها أو الغوسيان ديستريبيوشن. أول شيء قلنا بايلاترالي سيمتريكال بل شيبت، قلنا اليمنى واليسرى نفس الشيء 50% يمنى 50% يسرى. قلنا البارامترز اللي راح نعتمدها هي المين كما central tendency والstandard deviation مع dispersion. قلنا قانون ثابت المين يساوي الميديان يساوي المود. قلنا هو يستخدم للcontinuous شرحناها بالبداية. قلنا الarea under the curve إما واحد إذا استخدمناه كصفر إلى واحد أو 100% إذا استخدمناه كpercentage. وقلنا إنه المين ممكن يكون هاي قلنا شو وقت بالبست النورمال وبالstandard ممكن يكون positive, negative or zero. هسه راح نجي موضوع كلش 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 مهم. هاي الأرقام كلش مهمة وحفظ، يعني لازم تحفظوها هاي الأرقام المكتوبة هنا. بس أول شي خلينا نعرف في هاي الأرقام شنو تمثل قبل لا نحفظها، يعني ما راح نحفظ فتشي بدون فهم. تذكرون لما قلت إنه بالمثال مثلا ما توصيل البيتزا قلنا المين هو 30 دقيقة مثلا اللي هو هنا حطينا، وقلنا الستاندرد ديفيشن مالتنا 5، فأنا هنا 35 هنا 40 45 هنا أنا بالعكس أقل 25 20 15 دقيقة. فشنو معنى هنا؟ قلنا عندنا ثابتة هاي بكل النورمال ديستريبيوشن المخطط الجراف مالتنا راح يكون عندنا 3 ستاندرد ديفيشن على الرايت و 3 ستاندرد ديفيشن على الليفت، هاي ثابتة يعني هاي قانون قاعدة. فلما قلنا إنه إحنا أغلب التوصيل راح يكون خلال 30 دقيقة، يعني هو المين لأن يعتبر. فإذا قلنا المين مالتي 30 دقيقة زائد ناقص واحد ستاندرد ديفيشن، شنو قصدي بزائد ناقص واحد ستاندرد ديفيشن؟ زائد يعني هذا الواحد، ناقص واحد يعني هنانة. فيعني إيش قد احتمالية إنه تكون توصيل البيتزا مالتي خلال هاي المدة، يعني هاي إيش قد احتمالية إنه البيتزا توصل خلال إما 30 دقيقة، يعني بين 25 إلى 35 دقيقة. هنا رح نقول 68%، هاي قيمة ثابتة. لما أقول المين زائد ناقص واحد ستاندرد ديفيشن، رأساً واحد يقول إيش قد نسبة الأشخاص اللي راح توصل لهم خلال هاي المدة أو اللي راح يصيرون خلال المدة هي 68%، يعني 68% من البيتزا راح تكون توصل خلال 25 إلى 35 دقيقة، هاي ثابتة، هذا الرقم حفظ 68%. إيش قد احتمالية إنه البيتزا مثلاً ما توصل خلال سموها المين زائد ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، يعني هاي هنا قلنا يعني 40 دقيقة هنا 20 دقيقة، إيش قد احتمال إنه البيتزا توصل خلال 20 إلى 40 دقيقة؟ 95%، 95% من البيتزات راح توصل خلال 20 إلى 40 دقيقة، بينما خلال 15 إلى 45 دقيقة راح تكون 99.7، يعني تقريبا كل البيتزات 99.7 راح توصل خلال 15 إلى 45 دقيقة. أما الباقي طبعا هاي خلوا بالكم إنه هذا إنفينيتي إلى ما لا نهاية، يعني ممكن يكون إنه أي قيمة بعد ممكن غيرها، بس يعني مثلا ممكن إنه البيتزا تعطل ويوصلها ورا ساعتين، يعني مثلا ورا 3 ساعات ممكن ما يوصلها أصلا يعني.
ما يوصلها اصلا يعني مننا. فالصفر تبقى 0.3 تشوفونها 99.7 تبقى 0.3 هاي الطرفين منا ومنا، هذا 0.15 وهذا 0.15، هاي تبقى القيم الكلش عالية الأطراف الإكستريميتيز فوق ال 45 دقيقة أو جوه ال 15 دقيقة، هاي الإكستريم نسميها الأطراف هاي كلش قليلة تبقى برسنتج. فيعني أكثر قيمة راح تكون هي حوالي المين بزائد واحد أو زائد ناقص واحد ستاندرد ديفيشن 86%، زائد ناقص 2 ستاندرد ديفيشن 95%، زائد ناقص 3 ستاندرد ديفيشن 99.7%. على مود تتوضح الفكرة أكثر راح أعطيكم مثال لاخ حتى تكون الفكرة أوضح. خلينا نجيب هسه سؤال إحنا من البداية نبدي به. السؤال يقول لكم إنه الستاندرد دي المين ماتي هو الوزن، المين هو الأفريج الوزن مال فيميلز 60 كيلوغرام خلينا نقول تمام. المين مال فيميل ويت مال بوبوليشن هو 60 كيلوغرام، الستاندرد ديفيشن مالتي راح استخدمه هو 5 كيلوغرام. فهذا شلون راح نمثله بديستريبيوشن، شلون راح نمثله بنورمال ديستريبيوشن؟ اول شيء خلينا نرسم الخط، رسمنا هسه هذا الخط، هسه نريد نرسم المنحني سوري خلينا نرسم اول شيء الخط مال المين بالنص بعد شلون صار اعوج خلينا نعدله. المهم هسه رسمنا الخط ورسمنا المين، هسه خلينا نرسم المنحني، لازم يكون سيميتريكال ولازم يكون غير منتهي يعني يوصل هيك للنهايه وما ينتهي، هاي نقطه مهمه يعني يوصل كلش قريب بس ما ينتهي. فهسا احنا رسمنا هذا الخط قلنا شنو راح يمثل بالنص، هذا راح يمثل المين، المين مالتنا احنا قلنا شقد 60. هسا راح نبني نرسم قلنا 3 ستاندرد ديفيشن على الرايت 3 ستاندرد ديفيشن على الليفت، هاي قلنا ثابته، قلنا الستاندرد ديفيشن مالتنا 5 فيعني راح نزيد 5 5 يعني هذا راح يكون 65، هاي راح تكون 70، هاي راح تكون 75، هنا راح يكون هذا 55 50 45 تمام. فهسه سوينا 3 ستاندرد ديفيشن على الرايت 3 ستاندرد ديفيشن على الليفت، رسمناه سيمتريكال، خلينا المين بالنص، هذا الرسم مالتنا. هسه شلون راح النسبه المئويه قلنا راح نحسبها، قلنا لما يكون زائد ناقص 1 ستاندرد ديفيشن يعني هاي المسافه زائد ناقص 1 ستاندرد ديفيشن ايش قد قلنا 68%، هاي حفظ القيم 68%، يعني هذا النصف راح يكون 34% وهذا النصف راح يكون 34%، حفظوا هاي الارقام يعني هاي 68 نص 34. قلنا يعني شنو 68% من الفيميل بالبوبوليشن ماتي وزنهم بين ال 55 وال 65 تمام، 68% يعني 3 ارباعهم ثلثينهم يعني وزنهم بين ال 55 الى 65. هسه اذا نقول زائد الميو زائد ناقص 2 ستاندرد ديفيشن يعني من هنا لهنا قلنا ايش قد النسبه مالتها بوقتها، قلنا 95%، شلون طلعت 95%؟ قلنا هنا 68 34 ب 34، هاي المسافة بين واحد ستاندرد ديفيشن واثنين ستاندرد ديفيشن هي 13.5 منا، 13.5 منا، فثلاثة عشر ونص منا وثلاثة عشر ونص منا ويا 34 هصير 95%، يعني 95% من الفيميلز بالpopulation مالتي اللي أنا جبتهم وزنهم بين 50 إلى 70%، منطقي يعني. هسه أخير شي نجي الستاندرد ديفيشن زائد المين زائد ناقص 3 ستاندرد ديفيشن راح تكون قلنا 99.7 99.7 من البوبوليشن مالتي راح يكون وزنهم بين ال 45 الى 75، هنا هاي راح تكون المسافه بين الستاندرد ديفيشن الثاني والثالث 2.35، هنا راح تكون 2.35 اوكي.
فهسهاي قلنا زائد ناقص ستاندرد ديفيشن 1 68%، زائد ناقص 2 ستاندرد ديفيشن 95%، زائد ناقص 3 ستاندرد ديفيشن 99.7%. حفظ هاي درخ. أما الإكستريمز اللي هي أكثر أو أقل من 3 ستاندرد ديفيشن، هاي 0.15% منا ومنا. يعني الإكستريمز اثنيناتهم ما أقل وأكثر هي 0.3%. هاي الأرقام حفظ. يعني مثلا هسه ممكن يجيكم سؤال، هسه مثلا خلي أنا أعطيكم سؤال إنه إيش قد عدد الفيميلز البرسنتج مثلا اللي وزنهم أقل من 65%، وزنهم أقل من 65%، شلون راح تحسبوها بدون حاسبة بدون أرقام، مجرد على أنتو ذاكرتكم، لأنه يجي هيش سؤال حتى جابتنا. إذا فيميلز الأقلهم من 65%، أنتي راح تجون رأسا ترسمون المخطط، تجون ترسمون المخطط بالورقة بسرعة، تشوفون ال 65% هي زائد 1 ستاندرد ديفيشن، هم يريدون أقل من 65%، سوري 65% هي زائد 1 ستاندرد ديفيشن، هم يريدون أقل من 65%، فشون راح تحسبوها؟ راح تقولون مننا 34%، ومننا 34، 13.5، 2.53، 0.5. هنا أنا هذا النص كله موجود، هذا 50% نص ثابت، ومننا أنا 34، فراح تقولون 50 + 34 راح يساوي 84%. فجواب السؤال إذا قالوا لكم مثلاً الفيميلز اللي وزنهم أقل من 65 من البوبيليشن مالتي الستاندرد ديفيشن 5 ل 160، راح تجاوبون 84% من الفيميلز من البوبيليشن هاي وزنهم أقل من 65%. ممكن يجي سؤال مثلاً لأخ، إيش قد نسبة الفيميلز اللي وزنهم أكثر من 70%؟ أنتوا رأساً راح تجمعون 2.35 زائد 0.15 يطلع لكم 2.5%، فراح تقولوا لها 2.5% من الفيميلز مال هاي البوبوليشن مالتي وزنهم أكثر من 70 كيلوغرام. أوكي، ممكن مثلا يجي سؤال إيش قد البرسنتج مال فيميلز اللي وزنهم أقل من 55%؟ إيش قد؟ أنتوا هم راح تجون وراح تحسبوها. شلون راح تحسبوها؟ راح تجمعون 0.15 هاي ويا هاي، راح تطلع لكم 16%، وهذا السؤال إجا همي 16%. يعني إذا إجاكم هيك السؤال تعطيكم ستاندرد ديفيشن ويعطيكم ميو المين ويقول لكم إيش قد أقل من 65، إيش قد أكثر وزنهم من 55، أي سؤال ممكن أنتوا تقدرون بدون حاسبة بدون قيم بدون أي شيء، بس الموجود تقدرون تطلعون هاي النسب، تقدرون تطلعوها تمام باعتماد على القيم اللي حافظيها انتو هنا. هاي المخطط نفس اللي شرحنا لكم يا قبل شوية. ممكن على مثال لأخ قلنا إذا مثلا درجة الطلاب 80، قلنا الستاندرد ديفيشن هنا 85، هنا 90، هنا 95، هذا مثال لأخ مثلا نعطيكم، هنا 75، هنا 70، هنا 65 مثلا. هسه راح أجي مثلا أسألكم سؤال أقول لكم إيش قد نسبة الطلاب اللي درجتهم مثلا فوق 90؟ هنا مثل ما حفظنا هنا بالأرقام، هنا قلنا هنا 2.35 و0.15 في نسبتهم 2.5%. إيش قد نسبة الطلاب اللي درجتهم أقل من 90%؟ قلنا هاي أوتوماتيكيا النص الليفت 50%، تجون هنا تحسبون 34 وهنا قلنا 13.5 فتجمعوهم، أعتقد راح يطلع تقريبا 97.5%، 97.5% من الطلاب درجتهم أقل من 90. فأنتوا تجمعون حسب الأرقام، حسب الأرقام مكتوبة هنا، هذا 34، هنا 34، هاي 13.5، 13.5، 2.35، هنا 0.15. هذا ممكن يجي سؤال وكلش وارد وكلش كلش مهم، فيعني لازم تحفظون هاي الأرقام، تدرخوها، والمخطط أصلاً تحفظوه ببالكم، يعني بحيث أي سؤال يجي رأساً أنتوا ترسمون على مود تطبقون عليه. هسه جينا الموضوع لأخ الستاندرد نورمال ديستريبيوشن او الزد ديستريبيوشن او ذا يونت نورمال. احنا قلنا من قبل شويه لما قلنا ستاندرد شنو قصدنا؟ قصدنا الميو المين معناها يساوي صفر، والستاندرد ديفيشن او السيجما يساوي واحد. احنا ليش جبنا في شيء اسمه ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، وليش احنا فرضنا انه المين يساوي صفر والسيجما يساوي واحد؟ هسه اشرح لكم. هنا
نيجي لهذا المخطط هسه اوف الاشارات عليه. قلنا انه فرضنا هذا صفر، الستاندرد ديفيشن واحد، يعني هنا عندنا واحد اثنين ثلاثة، هنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة، تمام. استخدمنا هاي الطريقة اللي سوينا ستاندرد على مود نطلع القيم الاخرى، يعني مثل سآني اذا الماتي البرسنتج اللي اطلعها واقع بين واحد وسالب واحد، قلنا هي 86%، هاي ثابتة حفظناها، سوري 68%، هاي ثابتة حفظناها. بس مثلا افرض انه من نانا يريد من نانا ومن نانا يريد بين 0.5 وناقص 0.5، يريد هاي المكان. انا بهاي الحالة شلون راح اطلعها؟ انا ما عندي قيمة حافظتها ولا اعرف شلون. او مثلا اجاني سؤال قال لي اريد عدد مثلا البرسنتج الاكثر من 1.5 من ناو للنهاية، أنا ما أعرف الواحد ونص إيش قد، أنا مجرد أعرف واحد ستاندرد ديفيشن أو اثنين أو ثلاثة أو سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة، حفظت قيمهم 68 95 99.7 حفظت هاي الأرقام. إذا إجاني غير مكان، يعني مثلا إجاني مثلا يريد القيم اللي مثلا هنا، أنا مثلا قال لي أقل من مثلا سموه أقل من سالب مثلا من هنا أقل من سالب 2.5، بهاي الحالة أنا شو أسوي؟ يعني بهاي الحالة هنا سووا في شيء اسمه standard normal probability distribution، على مود شنو؟ على مود يطلعون جدول بقيم كل الأماكن. هذا الجدول تشوفون بادي من الصفر اللي هي هاي النقطة مع الصفر اللي بالنص، وواصل تقريبا لحد 3.80. احنا الاكستريمز عندنا هنا 3، هو واصل بعد أكثر لحد 3.80 همين. فيعني أي نقطة على طول هذا ماتي الخط اللي هو الزت راح نسميه زت، هنا أنا أي نقطة هاي 1.5 أسميها زت مثلا، هاي سالب 2.5 أسميها زت، يعني هاي الزت سكور هي تمثل النقطة اللي أنا أعرف منها البرسنتج. قلنا إذا مثلا واحد إحنا حافظيها ستاندرد ديفيشن مال واحد، إذا مثلاً سالب 2 إحنا حافظين، لأن الأرقام حفظناها قلنا 68 95 99.7 نانكا حفظناها وشرحناها شلون. بس إذا قيم غيرها مثلاً، يعني مثلاً إجي هنا وقال لي 1.35، مثلاً قال لي أريد عدد الأشخاص اللي أكثر من 1.35 أو اللي بين 1.35 وصفر، بهاي الحالة أنا راح أستخدم الجدول اللي هم طلعوا لي. هذا الجدول محفظ، هذا الجدول يجي إذا جابونا أي سؤال نحتاج بيه أرقام غير الواحد اثنين ثلاثة وسالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة اللي إحنا حافظيه، يعطونا الجدول. هذا الجدول شلون راح نستخدمه؟ طبعاً شنو فائدة إذا عرفت الزيت؟ لما راح أعرف الزيت راح أعرف البرسنتج. يعني أنا وضحت لكم إياها بس من خلف خلاص أوضح لكم إياها قبل. مثلاً إحنا إذا عرفنا اثنين بين الواحد والواحد ستاندرد ديفيشن 68%، فإذا عرفت الزيت راح أقدر أطلع برسنتج نفس ما طلعت هسه بين 68%. هسه شلون راح أحسب الزيت؟ الزيت راح نحسبه بهذا القانون الموجود أول صفحة، هذا نسميه إما زيت ديستريبيوشن أو نسميه زيت سكور. هذا القانون الزيت اللي هي القيمة هاي راح أطلعها اللي راح تساعدني حتى أطلع البرسنتج، يعني مال probability، يعني طلع ال probability مختصر مفيد. الزيت تخليني أطلع ال probability البرسنتج مالته. إيش راح تساوي؟ راح تساوي x ناقص mu على sigma. ال x هي mean of sample. شنو هي mean of sample؟ هي أستاني راح أشرح لكم بالضبط شنو mean of sample. هي بالضبط النقطة اللي إحنا نريدها. يعني mean of population هي بالنص mu إحنا قلنا عليها اللي هو ينطينيها أصلاً، والسيجما هو الستاندرد ديفيشن اللي هو من ينطينيها. فس راح أشرح لكم مثال عليها على مود تفتهموها، ويعني هذا القانون كلش مهم، هواية راح نطبقه، وبالتي بي ال كوما أكو أسئلة على هذا القانون. فهذا القانون درخوا زت يساوي X اللي هو mean of sample ناقص mu اللي هي mean of population على السيجما اللي هي standard deviation of the population. شوفوا ذني أنا ثلاثة كنت بلكم إياها بالأخضر، المين والميو الميو سوري والسيجما اثنيناتهم المين اوف ذا بوبوليشن والستاندرد ديفيجن اوف ذا بوبوليشن. الاكس هي ما سامبل، تمام. هسه خليت لكم مثال على ما تتوضح كلش وتصير كلش اسهل. يعني هسه نرجع هذا ابو البيتزا مالتنا البيتزا ديليفري. هنا انا قلنا هسه خلينا نحدد مالتنا المعطيات. الميو مالتنا تساوي 30، هاي هو ناطينا اياها الميو المين تساوي 30، الستاندرد ديفيجن تساوي 5. افرض السؤال مثلا هسه راح يجيني يقول لي
أريد أعرف إيش قد البرسنتج مال البيتزات اللي وصلت أقل من 41 دقيقة. أنا لو قايل لي 40 دقيقة طبعاً ما أحتاج أي لا قانون ولا ذن الأشياء، كلش راح يكون تطبيق سهل. ليش إذا قال لي 40 دقيقة تطبيق سهل؟ إحنا حفظنا البداية قلنا هاي 50%، هنا زائد واحد راح تكون 34%، هنا 13.5% فراح تكون 97%. هاي شو كي 97.5%؟ 97.5% إذا قال لي أقل من 40 دقيقة، بس إذا قال لي أقل من 41 دقيقة يريد يعرف عدد البيتزات اللي وصلت أقل من 41 دقيقة. هنا شلون راح أحله؟ خلي أكتب القانون مالتنا. زد قلنا هنا القيمة اللي هنا راح تكون، اللي تقريبا راح تكون بين 3.80 لحد سالب 3.80 حسب الجدول اللي شوفناكم يا يعني. الزد يساوي اكس ناقص ميو على سيجما. الاكس شنو؟ 41. المين اوف سامبل، السامبل ماتي هو 41. هو هذا اصلا مين، هنا هاي ال 30 المين، هاي 35، هاي 40، فهنا المين اوف سامبل 41. السامبل يعني هو اللي يريدني اني اطلعه، اللي أنا أريد أطلعه. الميو هو نعطيني هذا الخط بالنص، فالإكس هو 41 أنا أريد أطلعه ناقص الميو ماتي 30 على السيجما اللي هي ستاندرد ديفيشن نعطينيها 5، فهنا راح يطلع لي 11 على 5 ويساوي 2.2. سزت طلع لي 2.2. شون راح أطلع البروبابوليتي البي؟ البروبابوليتي شون راح أطلعها؟ لما طلع لي الزد في 2.2 يعني هاي 2.2 زد، اروح على الجدول، تمام، اروح على الجدول اشوف وين ال 2.2 بالجدول. بالجدول ال 2.2 هاي، فاني 2.2 2.2 0، لو 2. مثلا 21، لو 2.22، انا 2.2 فقط يعني 2.2 0، فراح اجي اشوفه هنا راح يطلع لي 0.9861. البروبابيليتي 0.8961. شو خلي اتاكد دقيقه، 98.61. اذا نريد نسويها نسبه مئويه 98.61، راح تشوفون الناتج كلش يعتبر منطقي. ليش؟ لانه انا قلت اذا 40% او اقل، تشوفون 40% وأقل كان 97.5، إذا 41% أو أقل طلع لي 98.61%، فهاي النتيجة منطقية طلعت لي. فهاي الطريقة إن نستخدم القانون بها 98%. هاي إذا قال لكم أقل، ركزوا، إذا أعطاني قيمة وقال لي أقل مجرد أطبق القانون ماتي. إذا قال لي أزيد، إذا بالسؤال قال لي أريد عدد البيتزات اللي وصلت، عدد البيتزات اللي وصلت بس شنو أزيد من 41 دقيقة، هذا شلون راح أطلعها؟ سهلة، البروبابيليتي راح تكون سموها واحد ناقص الزيت، واحد ناقص الزيت ما تيجي قد طلعناها 2.2. سوري البي مالتي شقد، المال 2.2 طلعناها شقد 9.816، 0.9816. هاي لازم نقعد نطرح السم، فيعني راح ننقصها فراح يطلع لنا 0.0139. يعني البروبابيليتي مالتي 0.0139. اذا نريد نطلع البروبابيليتي بالبرسنتج راح تطلع لنا 1.39%، 1.39%، يعني هي من منطقية. ليش؟ لأنه اللي أعلى يعني بس هاي المكان، غير لون حتى اللاصت هنا، بس من هنا وفوق 1.39% اللي سموها البيتزات اللي وصلت أكثر من 41 دقيقة. فهاي طريقة الحل. هاي أغلب أسئلة التي بي الله راح تجيكم بهيش طريقة، فيعني ركزوا كل زين بيها. خلي نحل فت سؤال واحد لسه من التي بي الله على الموضوع، على مود شوية تكون الفكرة أوضح وواحد يعرف يحل أسهل. هسه السؤال يقولكم المين مال دايستوليك بلاد بريشر هو 80، فإحنا سردنا نكتب المعطيات الميو يساوي 80، ويقول لي الفاريانس يساوي 100. الفاريانس حطوها ببالكم من هسه، الستاندرد ديفيشن يساوي جذر الفاريانس.
فيعني أنا إذا بدي أطلع السيجما جذر الفارينس، الفارينس هو 100، فجذر 100 ويساوي 10، فالستاندرد ديفيشن ماتي حسه عندي 10. What is the probability؟ هو المطلوب للبروبابيليتي دائما، هو الملزمة كلها اسمها البروبابيليتي، فيعني المطلوب للبروبابيليتي. هنا نعطينا البروبابيليتي بحالات هاي هاي هاي، هذا شلون راح نطلعها؟ خلي أول شيء نرسم، حاولوا دائما ترسمون لأنه كل شيء راح يساعدكم بالحل. هنا هو 80 لميو، قلنا لميو ونحط الخط بالنص، هذا لميو نرسمه منا ومنا. هنا أنا عندنا 3 ستاندرد ديفيشن منا و 3 ستاندرد ديفيشن منا، ستاندرد ديفيشن 10 فيعني 90 100 110، هنا 70 60 50. فهنا أول شيء مطلوب عندي هنا بهذا السؤال هذا نقدر نحله طبعا نوعا ما، سموها يريد الاكس اللي هي المين اوف سامبل قلنا اكبر من 100، اكثر من 100 يعني من نانا. بوقتها احنا ايش قلنا اكثر من 100؟ قلنا هاي 2.35، هاي 2، هاي سوري 0.15، يعني تقريبا 2.5%. هم بالحال بالكالكوليتر مطلعين تقريبا 2.28%، يعني هو مقارب نوعا ما. فيعني هاي احنا لانهم مستخدمين جدول وعمليات، وهاي احنا استخدمناه كحفظ بس، بس هو يعتبر صح. اوكي اذا اردتوا تحلوا بهاي الطريقه. هسه راح نجي مثلا على هذا السؤال، خلينا نجرب نحله. السؤال يقول البي، سوري البي بين 75 وبين 85، هاي شلون راح نطلعها؟ إذا قال لي بي بين 75 وبين 85، أول شيء أبدأ أطلع البي الزيت مال 75. قلنا الزيت قانونه شنو؟ إكس ناقص ميو على سيجما. الإكس مالتي حاليا هو 75 ناقص الميو 80 على سيجما اللي هي 10. إيش قد يعني؟ ناقص 5 على 10 ويساوي سالب 0.5. تمام؟ الزت مال 85 يساوي اكس ناقص ميو على سيجما ويساوي 85 ناقص 80 على 10 ويساوي 5، بس هاي موجب، على 10 ويساوي positive 0.5. فهسه احنا طلعناها سموها موجب 0 والماينس 0.5 وموجب 0.5. هنا راح نروح للجدول مالتنا، نرجع له، نروح ندور على 0.5 الموجب والسالب. هاي 0.5 الموجب وال 0.5 السالب. هسه نشوف قيمتهم ايش قد. الصفر بوينت خمسة الموجب الزيت مالتها هي هاي 69.15، والصفر بوينت خمسة السالب، ركزوا هنا أنا صفر بوينت خمسة بوينت صفر مو بوينت تسعة، يعني صفر بوينت خمسة صفر. فرح نجي ناخذ هاي القيمة، هاي الصفر بوينت خمسة مالتنا قلنا وينها ضاعت 0.5، هاي 30.85. ف 30.85 0.5 الماينس و 69.15. فهسه عندنا البي مال 0.5 يساوي 69.15، البي مال ناقص 0.5 تساوي 30.85. هنا هو يريد بين فترة، فالفترة هنا أنا شو راح أطلعها؟ راح أنقص بي 0.5 ناقص البي صفر سالب 0.5 اللي هي معناها رح نقص 69.15 ناقص
30.85 يساوي 38.3. طلع لنا الناتج 38.3%. يعني 38.3% الضغط مالتهم راح يكون بين 75 وبين 85. الناتج هم جد مطلعين 38.29 يعني تقريبا 38.3 مثل ما احنا طلعنا. فهاي طريقة مال حل. هاي أسئلة كل شوية راح تجي، أغلب الأسئلة ما تيبي الله راح تكون هيجي. فهاي طريقة مال حل. قلنا إذا أكو فترة نطلع مال اثنيناتهم. هسه هي أنواع السؤال ممكن يجي يعطيكم إذا فترة يعني أصغر وأكبر تطلعوهم وتنقصون الكبير من الصغير، تطلعوهم اثنيناتهم وتنقصون الكبير من الصغير. إذا إجاكم أصغر من رأسا تطلعوها، يعني البي تطلع لكم هي هاي البروبابيليتي. إذا إجاكم أكبر من مثل ما سوينا حلينا بالمثال قبل شوية، الأكبر من تنقصون البروبابيليتي تطلع لكم من واحد. إذا إجاكم أكبر من نوع المثال مالتنا قلنا تنقصون البروبابيليتي من واحد، البروبابيليتي تنقصوها من واحد يطلع لكم هاي القيمة اللي المفروض تطلع لكم. فس هاي الطريقة مال حل مال مسائل. هسه بس مجرد دا يقول لكم انه الكوميوليتيف probability، يعني دا يقول لكم مثلا probability اللي واحد واقل من واحد مثلا، او مثلا اثنين واكثر، نفس اللي امثله اللي حليناها بالضبط يعني. وهذا من دا يوضح لكم نفس الشيء، دا يقول لكم مثلا ممكن يجي فتره بين مثلا الصفر والواحد بوينت اثنين، او ممكن يقول لكم مثلا بس الزيت اكبر من واحد بوينت اثنين، او يقول لكم مثلا بس الزيت اصغر من واحد بوينت اثنين، او ممكن نجيب لكم فترات. احنا وضحنا قلنا اذا اجى فتره تنقصون الكبير من الصغير. اذا اجاكم اصغر كلش سهله، الناتج اللي يطلع لكم من القانون مالتنا، القانون خلي التفكير مالت الخزيت يساوي اكس ناقص ميو على سيجما. الناتج اللي يطلع لكم منه وتعوضوه بالجدول راسا هو نفسه تحطوه. اذا اجاكم اكبر بس تنقصوه من واحد، ها هي هاي الثابت يعني. هسه راح نجي على موضوع اسمه sampling distribution.